1500 طن قدرة الإنتاج اليومية لزيت المائدة بكل من مصنع عافية بإخص عامر ومجمع سين بالحمول بولاية وهران، فحين ستتعزز بوحدات جديدة لمضاعفة الإنتاج وتلبية طلبات 58 ولاية عبر الوطن. طاقة الإنتاج تاع عافية حاليا راها أكثر من الماكسيموم تاعها، يعني هذا اللي باش نوفروا للمنتوج المواطن، يعني نطمن المواطن الآن باللي ما فيش ندرة تاع الزيت فيما يخص الاليت ولا دوليت ولا ساليت. طاقة الإنتاج تاع شركة عافية في الشهر تاع الفارط اللي هو ديسمبر كانت 18500 طن. قدرة إنتاج النوعية لمادة زيت المائدة رفع بها المجمعان بوهران التحدي للمساهمة في ضبط السوق وكسر المضاربة. الحاجة الأولى اللي كان عندنا، كان عندنا شوية مخزون درناه في السوق، حاولنا برشكو عندنا يونيتي دو ديستريبيسيون هي اللي هي أكواسيم، حاولنا نغطيو 58 ولاية تاع القطر الجزائري، هذه من الناحية الأولى. والناحية الثانية كان عندنا تروازيمين دو برودكسيون اللي ما كانتش خدامة مع المشكل الآخر اللي صرا، مشينا هذا عطانا أبوبري 21% من كاباسيتي برودكسيون سوبليمونتير بارابور واش كان عندنا، هذه من الناحية الأولى. ولو دوزيام بارتي سي توسكي ويل بروت، حنايا برشكو حنا نمولو لي زوطر رافينور كيما عافية صافية سيفيتال. نتبع التوزيع نتاعها على مستوى السوق المحلية من خلال المساحات الكبرى والسيبيرات، إلا أن الشيء الملاحظ أن هناك يعني تهافت المواطنين أو المستهلكين على هذه المادة بكثرة، مما يؤثر على كميات الإنتاج المنتجة خلال الشهر. وفرة في الإنتاج على مستوى وحدتي سيم وعافية هو ما وقفت عليه مديرية التجارة بوهران في خرجتها الميدانية لمراقبة سوق الإنتاج والتوزيع اللذين تأثرا بالإقبال الكبير للمواطنين على مادة الزيت، استغله بعض المضاربين لتخزينها والرفع من أسعارها.